لا يسعنا أن نقول لكم شكرا على كريم التفافكم حول هذه النبتة وهذه الشجرة المثمرة وهذه الفكرة ذات المعنى، المعنى الجمالي، وليس أنا المفرط في ذاتها. كبطاقة زيارة يفي ويكتفي بالقول، لأن صفاء الرؤية وصفاء المرجعية لدى هذه الأسرة الصغيرة، عماد هذا البيت، أعضاء المؤسسة، المكتب التنفيذي والإداريين والتقنيين والمستخدمين، جميعهم يسعون دائما إلى رسم هذا العنوان البارز لمؤسستنا التي أضحت بلا جدال ومن دون نرجسية بطاقة للزيارة وعنوان للتوافد، ليس على المستوى المحلي أو الوطني لكن على مستوى التسويق الدولي. اليوم هو إفطار رمضاني لأسرة الإعلام والصحافة، ولكن هو استحضار الذكرى العاشرة لمكرمة ملكية عطوفة تجاه عماد المجتمع اللي هو الإعلامي، هو الصحفي. بيت الصحافة في 10 سنوات يمكن نقوله بموجز العبارة دون بلاغة بأنه أصبح محج وقبلة لعموم المثقفين المغاربة الإعلاميين والأدباء السياسيين، لأن هناك أولا رهان ديال تجويد المهنة وتطوير المهنة في أفق اللي هو كوني إنساني يتوافق مع حرية القول والتعبير، وده مقرطة قاعة التحرير وتجديد في الصياغة وفي المنظور العام لهذه المهنة من خلال التحدي ديال التكنولوجيات الجديدة. ختاما يمكن نقوله أن بيت الصحافة من بعد هذه العشرية رهاناته بإذن الله بسعة الأحلام والتمنيات الكبيرة. غنطلقوا أول جائزة ديال بيت الصحافة، هي جائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام، الاحتفاء بجودة ورفيع الأعمال الإعلامية وكذلك الإصدارات الأدبية والثقافية. بيت الصحافة كذلك غادي يطلق في مايو المقبل إن شاء الله 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، بيت الكتابة لتطوير المهنة، لتطوير الكتابة في الروبورتاج، في التحقيق، المقالة الأدبية، في السيناريوهات وغيرها. بيت الصحافة كذلك الآن هو بصدد الإعداد الأولي لإطلاق المعهد الصحافة والإعلام بهذه المواصفات المهنية والاحترافية التي ننشدها جميعا. اللهم صل على مصطفى حبيبنا عشر سنوات مرت وكأنها سنة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة والاستثنائية التي تحظى بها هذه المنشأة. لا يمكن أن نتحدث عن 10 سنوات من عمر هذه المنشأة دون أن نتحدث عن إشراف جلالة الملك محمد السادس نصره الله شخصيا على افتتاح هذه المعلمة، وهو الإشراف الذي أعطى أهمية كبيرة لهذه المنشأة، وأكد أن جلالة الملك يعطي على الدوام وباستمرار أهمية كبيرة جدا للثقافة وللإعلام وللفن وللصحفيين أيضا. لذلك حينما نحضر اليوم ذكرى 10 لتأسيس بيت الصحافة، فإننا نتأكد كم كانت حاجتنا ملحة لهذه المنشأة في ظل الغياب الذي كان سائدا قبل 10 سنوات. سلطة في حياتنا، سلطة في حياتنا، ساكت.